أهلا بيكو. فوز الفادي تقبل زوجها ورومانسية فوز الفادي وزوجها في أحدى الظهور. خطفت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد الأنظار في أحدى الظهور مع زوجها رجل الأعمال عبد اللطيف الصراف الذي كشف عن ملامحه للجمهور حديثا حيث تصرف برومانسية أمام الكاميرا. وتألقت فوز الفهد في ظهورها مع عبد اللطيف الصراف بإطلالة أنيقة وبدت في كمل أنقاطها. وتميلت فوز الفهد على أنغام أغنية رومانسية إلى جانب زوجها عبد اللطيف الصراف أن تقبل يدها التي وضعها على كتفها في رومانسية ملحوظة ليكمل وصلة الرومانسية التي ظهر خلالها معا. وتفاعل الجمهور مع فيديو فوز الفهد وزوجها والرومانسية التي ظهر فيها معا حيث أبدى البعض إعجابهم بها وبرومانسيتها الكبيرة مع عبد اللطيف الصراف بينما انتقد البعض بسبب تقبيلها يده على الملأ. وقال البعض في تعليقاتهم ملومها ما شاء الله مدللها وهدايا بالملايين الله يهنيها ويرزقها. من ناحية أخرى قال البعض منتقدا فوز الفهد يا رب على التمثيل أمام الكاميرا. شيرين جوزها بهدلها بعد ما بست إيده على المسرح قدام الملايين وقضايا ومحاكم وبلاوي ربنا يستر عليهم. بينما دفع البعض عن فوز الفهد وقالوا واحد مبين يحترمها ويحبها ويموت عليها ويقدرها ليش ما تبوس إيده.